صباح الخير سام شاش، كيف شو اخباركم؟ رايحة هلا على الصالون اعمل شعري، هيك شعري اعمل شعري واضافري. بس والله موادي المفروض كان على 10، بس هلا 10:19 متأخرت 16 دقيقة. ان شاء الله يكون هالموضوع عادي، يعني بعرف انه عنده الازدحام. بس والله اوكي. اول سؤال، امتى اعرف اني جاهزه للجواز نفسيا؟ هلا امتى بتحسي؟ اظن الجواب الصح هو وقت تحسي انه فيك تكملي حياتك كلها معه. يعني اكيد كل بنت عندها مثل تشيك ليست انه مثلا كريم، مساير، حباب، حنون، بيضحي، بيعمل، بيساوي. هدول في اشياء كل بنت عندها شيء محدد بدها تلاقيه بالشاب يكون بيناسبها وبيناسب عقليتها والبيئه اللي هي منها. فاذا هدول موجودين وشخصيته حلوه وبتناسبك، then هون اكيد رح يجيكي احساس انه انت جاهزه لتكملي حياتك مع هذا الشخص. طبعا شيء تاني انه وقت تحسي حالك حابه تتزوجي، انه اذا انت حققتي احلام معينه حبيتي تحققيها وانت سنجل مثلا، كمان اذا خلصتي هالامور مثلا انه انا بدي اتخرج بدي اشتغل قبل ما اتزوج، هدول اشياء لازم بحس البنت تحققها قبل ما هي تتزوج عشان انه تفوت بالمجتمع تعيش شوي لحالها تكتشف الدنيا. ف في هاي كمان، بس هو رح يجيك الاحساس يعني، بس رح يكون صدمة. يعني انا بتذكر وقت انعرض علي الزواج من غيث كنت مستوعبة، ولا كنت عم فكر انه باهمية انه الزواج، فهمت علي شلون؟ فكان يعني شعور غريب كتير، بس سبحان الله رب العالمين كاتب لك. اول شيء مستحيل مستحيل اندم على قرار. يمكن بلحظتها اذا انا مثلا عملت شيء او قررت شيء وما كثير حبيت هذا القرار، يمكن صحيح اولك لانه انسان ضعيف، يمكن اول شيء انه اتضايق اوكي، وانه ليه هيك عملت ويا ريت ما عملت هيك. بعدين اعطوني بس هيك 10 دقائق مع نفسي، رح اقعد احكي مع حالي اقول اكيد رب العالمين كتب لي هذا الشيء مشان انا اتعلم شيء. يعني دائما بحاول اطلع من القرارات اللي باخذها اللي ما حبيت، بيت قراراتي اللي ما حبيتها طلع شيء منيح منها، لانه بعرف انه رب العالمين دائما بيكتب لي الخير. فهمت علي شلون؟ يعني انا مؤمنه بهذا الشيء، فمشان هيك ما بحب كلمه الندم ابدا، وما بحب اندم على شيء. شعور الندم كثير كثير سيء، فدائما بنصحكم انه باي موقف بتمروا فيه بحياتكم حاولوا، إذا ما حبيتوه أكيد عم بحكي عن مواقف ما حبيتوها، تحاولوا دائما تطلعوا الجانب الحلو من هاي، من ليه هيك رب العالمين حطني بهذا الموقف، ليش رب العالمين خلاني إنه يصير معي هذا الشيء. فأنا متأكدة مليون بالمية رح تلاقوا شيء بوزيتيف من هذا الشيء. لو سألتوني هذا السؤال زمان كنت قلت لكم عاطفة. شوفوا العاطفة دائما بتغلب خصوصي عند البنات، هو مو دائما شيء صح ومو دائما شيء غلط. اوكي احيانا نحتاج نستعمل عاطفتنا بمواقف معينه، بس دائما بحاول اني افكر بهذا الشيء منطقيا. مثلا لو انا كثير حابه اعمل شيء او كثير حابه شغله معينه، بحاول ادخل المنطق شوي مشان اعرف انه هل هذا الشيء منيح او لا. واحيانا بيكون شيء مو منيح وما لازم اخذ هالشيء او اعمل هذا الشيء. بس احيانا في مواقف الانسان بيحتاج يستعمل عاطفته فيها، اوكي، بس حلو الواحد يستعمل الاثنين. في مواقف بيحتاج الانسان يستعمل الاثنين، وفي مواقف بيحتاج الانسان يستعمل فقط المنطق، بس دائما لازم المنطق يكون موجود لو شو ما صار، حتى وقت نشغل العاطفه نشغل المنطق معه ضروري، والا القلب ياخذنا في 60 دهية. هلا قرار مصيري، اوكي اكيد ما رح اخذ هذا القرار بيوم وليله. اول شيء صلاه الاستخاره، في كثير
أكتر من قرار اضطريت أخذه بحياتي صليت فيها صلاة استخارة بصراحة، يعني أنتوا بتعرفوا. ف دغري لقيت حالي بالموضوع أو انكتب لي إنه يصير هذا الموضوع، يعني بتنفتح البواب علي. فهمتوا علي شلون؟ عشان هيك كثير بحب. تاني شيء تكون تقعدوا مع حالكم، أوكي، تعطوا بس 15 minutes من وقتكم to 30 minutes، أوكي، تشوفوا شو الإيجابيات والسلبيات في هذه القرار، في هذا القرار، أوكي. قعدوا مع حالكم شوي رح تلاقوا حالكم عم تفكروا، لأنه دائما بيصير معنا مواقف أكيد بتصير مع الكل، أوكي، بناخد قرار وبعدين بنفكر نقول لو أنا عملت هيك مو كان أحسن. فمشان تتجنبوا كلمة لو بعد شوي عنا، ما تصير معنا، لأنه كلمة لو أحيانا بتضايق، إنه يا ريت أو لو عملت هيك، لو سويت هيك. فهي العشر دقايق، 15 دقيقة، نص ساعة، ساعة لحالكم، أوكي، مع دفتر وقلم، هي كثير بتفيد برأيي يعني. أوكي، كيف نقدر نعتمد على حالنا ونطلع لحالنا وما نخاف؟ أول شيء بعرف إنه لنتخلص من الخوف هي بتبدأ بخطوة أولى، يعني إذا ما جربتي ما رح تعرفي إذا هذا الشيء بيخوف ولا لا. نحن عقلنا أو عقل الإنسان بشكل عام، يعني نحن we're creative، أوكي، الإيماجينيشن عنا كتير عالي، فدائما مخنا بحاول يمكن يعطينا أسوأ الأحوال، فمشان هيك بيجي عنا شعور الخوف. فدائما حاولي تحطي ببالك إنه إذا ما جربتي ما رح تعرفي. هي أول خطوة بتخوف بشو ما كان، أي شيء أول خطوة بتخوف، بعدين بتتعودي. الإنسان بطبعه بفطرته بيتأقلم بأي وضع بينحط فيه، فهمت علي شلون؟ فأنت يكوني easy going وما تحطي expectations، ما تحطي إنه مثلاً أنت بدك تعتمدي على حالك، بدك تشتغلي لأول مرة لحالك، تمام؟ تعتمدي على حالك وتشتغلي وتطلعي مصروفك لحالك، وتتروحي على work space أو على شغل ما تحطي ببالك expectations إنه أنا مثلاً بشهر رح أقدر أطلع هذا المبلغ انا كذا. لا، بدك تمري باشياء، بدك تمري بصعوبات، بدك تضلي حاططيها ببالك، فهمت علي شلون؟ باي شيء بيصير معك بحياتك، لانه مو كل شيء سهل، اوكي، والشيء الحلو ما بيجي بالسهل، دائما بيجي بالصعب. فهي نصيحتي لك. بحس انه الاهل لهم دور بهذا الموضوع، انه يبنوا هالثقه مع اولادهم ويعطوهم البوش، يعطوهم التراست انه انت فيكي تعملي، انه التشجيع. بس اذا هذا الشيء مو موجود عبليه مع نفسك، لانه ما في شيء مستحيل، اذا غيرك قدر يعمله انت فيكي تعملي. هلا لو حسيتي انك انت شخص غير محبوب هذا الشيء كثير طبيعي، لانه الدنيا ازواء وما فيكي ترضي الجميع، اوكي، بدك تكوني نفسك. وانا دائما بحب انصح اللي قدامي مثلا اللي تكون حاسس بهذا الشعور، لانه انا كنت زمان تلوني ولا تخلوني احس انه في حدا ما بيحبني. ما بحبه هذا الشعور ومتعب كثير، اوكي. فبعدين تعلمت انه اول شيء طبعا ما الكل رح يحبنا، لانه في ناس ما بتشبهنا، في ناس مو من بيئتنا، في ناس مو من تفكيرنا. فدائما انت كوني على طبيعتك ورح تجمعي الناس اللي بتشبهك، فهمت علي شلون؟ الناس اللي بتشبهك رح تحاوطك. وثاني شغله، والناس ما تثق فيه انه ما بيثقوا فيكي، يعني هدول الناس هيك نظرتهم لإلك، ما فيك تغيري هذا الشيء، يعني هذا الشيء طبيعي. في ناس توثق فيكي، في ناس ما بتوثق فيكي، حسب كيف تفكيرهم وعقليتهم. اذا بيشبهوكي رح يثقوا فيكي، اذا لا ما رح يثقوا فيكي. ولازم الواحد يعمل شو لازم تعمل، لازم تحكي مع حالك وتتقبلي هذا الشيء، التقبل، تقبلي هذا الشيء، لانه هذا الشيء طبيعي وكثير نورمال وما المفروض يضايق. بعرف انه يمكن صعب شوي، بس انه ما المفروض يضايق، لانه الدنيا اشكال الوان، الدنيا عقليات مختلفة، بيئات مختلفة، ما الكل بيشبهك، ما الكل مثلك. فكوني انت على طبيعتك، كوني مثل ما انت. اللي حابب اللي حبوكي اهلا وسهلا، اللي وثقوا فيكي اهلا وسهلا، واللي لا عادي. اظن كلياتنا مر فترة معينة بحياتنا وحكينا انه انا من بكره بدي بلش من الصفر، اوكي. هذا الشيء بدكم تشيلوه من مخكم، اوكي، لانه قد ما حاولتوا، قد ما مر مثلا يوم يومين ثلاثه اربعه، مستحيل تقدر تبلش
من جديد، لانه انت لو وصلتي لهون هو هو بسبب الاشياء اللي انت مريتي فيها بالفتره اللي مضت او بحياتك كلها. مستحيل تكوني الانسانه اللي موجوده هلا حاليا اذا ما مريتي بالاشياء اللي انت مريتي فيها. فهمت علي شلون؟ فلا ما تبلشي من جديد، بحس هاي كلمه غلط، بس انه تغيري شويه اشياء بحياتك مشان تمسكي طريق مختلف هذا شيء ثاني. بس ابدا ابدا ما تتخلي عن الاشياء اللي عشتيها بالفتره الماضيه، لانه هو اللي كون الانسان اللي انت حاليا الشخص. فهمت علي شلون؟ بالعكس مفروض تحبوا الاشياء اللي مريتوا فيها شو ما كانت ضغوطات، اشياء سيئه اشياء منيحه. دائما بكون المواقف الأشياء بالحياة بتكون الإنسان. فليش تبلشي من جديد؟ مستحيل. هي يعني يمكن كلمة بتنقال إنه تقدري أنت تبلشي من جديد، بس هو لتجي للواقع. وإذا صار إذا أنت مثلاً فقتي الصبح وقلتي أنا حبلش من جديد، تمام؟ وإجا قدامك مثلاً قرار أو موقف أجبرك تاخدي القرار، أنت حتاخدي هذا القرار بناءً عن عقليتك اللي بنيتيها بالماضي. فمستحيل الإنسان يبلش من جديد. فيك تحطي اهداف جديده، طريق جديد، ولكن ما فيك تقولي في حبلش من جديد. صفي مخك. برجع بقول التقبل. لتقدري تصفي مخك بدك تتقبلي كل شيء عم بيصير معك. هاي هذا هو الحل الوحيد. ضحكتيني. صح اوكي، ما راح اقول لك غلط، في لسه من هاي العقليه بس كمان صارت قديمه. بس في شغله بدك تفهميها انه هذا كان قراري انا، فهمتي؟ يعني انا كنت قول بدي اتزوج 25-26 بعد ما اشتغل وكذا واعمل واسس بلبلبلبل. بس خلص بعدين وقت اجى الشخص اللي انا حسيت انه اوكي مناسب، سبحان الله مثل ما قلتي انه رح اقول نصيبه هيك. بس انه لو بنتي مثلا لو وصلت عمر 25-26 ما رح اقول انه خلص يعني تاخرت لازم تتزوج، لا بالعكس كثير تشل. وحتى ماما نفس الشيء عادي بالموضوع، بس صار وانا عمري صغيره. فهمت علي شلون؟ ما زلت صغيره يعني، بس انه صار هذا الشيء. انا بس ضد اذا كانت البنت مثلا ما بدها واهلها عم يجبروها تتزوج بعمر بهذا العمر، راح تحس حالها صغيره ولسه ما انا جاهزه. فلا انه يكون بقرارها اكيد، يعني بالعمر اللي هي بتشوفه مناسب، بالوقت والفتره اللي هي بتشوف البنت بتشوفه مناسب، لانه بالاخير البنت هي راح تتزوج مو الاهل. ف والله يمكن ايام زمان ايه كانوا الاهل انه يمكن انه يجبروا او يكون الزواج التقليدي بس تكون البنت صغيره. بس انا يعني من ناحيتي يمكن صدفت اوكي انه انا صغيره، بس كان قراري، يعني كان قراري واهلي ما كانوا مانعين حتى لو تاخرت كمان شوي. اوكي هذا اخر سؤال رح جاوبه اليوم لانه بدي البس. بس رح فرجيكم هلا حاليا شو البلاش اللي عم بستعمله او روتين البلاش. اوكي اول شيء بستعمل وينو البلاش تبع، اوكي اول شيء بستعمل هدول الثلاثه، عندنا رير بيوتي، هدول الاثنين، هدول اللونين. اوكي ويت، ريفلكت و ترانسنت. اوكي ونارس، هاي اللون انستبل هيك شيء. اوكي هدول الثلاثة مع بعض. بعدين الباودر بستعمل هاي من تارت. اوكي هدول الثلاث الوان اوكي من تارت. بس كمان بمكس مع هاي الهايلايتر من بنفيت، فبحط البلاش وهايلايتر مشان يعطيني جلو مثل هيك. اوكي هاي الهايلايتر، اللون هو او هذا الرقم 4C01. اوكي هاي هي. وبرونزر بستعمل الهولا من بنفيت.